السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو اليوم اتكلم فيه ان شاء الله على الحلبه الحلبه والفوائد العجيبه ديالها والطريقه المثلى لاستعمالها لان العديد يتساءل عن الطريقه الاحسن لاستعمالها هل تناول الماء ديالها فقط هل تناولها مطحونه ام تناولها حبوب وما هو الوقت المناسب لاستعمالها للاجابه على هذه التساؤلات تابعوا معي الفيديو حتى النهايه الحلبة لها العديد من الفوائد واغلب من يستعمل الحلبة يستعملها لسببين السبب الاول هو الزيادة في الوزن لمن يعاني من النحافة الشديدة ويريد الزيادة في الوزن فالحلبة تساعده كثيرا في الزيادة في الوزن لماذا؟ ليس لانها تحتوي على البروتينات او الاملاح المعدنية وغير ذلك ولكنها تساعد على الامتصاص وهذا هو الاهم الامتصاص فالشخص عندما يتناول طعام ما لا يستفيد من كل مكوناته لان الامتصاص يكون غير جيد ولحل هذا المشكل يتناول الحلبه فالحلبه تساعده في الاستفاده من كل مكونات الطعام الذي تناوله وبذلك يؤدي الى الزياده في الوزن هذا بطبيعه الحال ان كان لم يعاني من اي مرض سبب اخر يدفع الناس لتناول الحلبه وهو مشكل الامساك مشكل الامساك لمن يعاني من الامساك يتناول الحلبه ولكن تبقى الطريقه لان البعض رغم تناولهم الحلبه يبقى عندهم مشكل الامساك لهذا يا مشاهدينا الكرام الطريقه الاولى وهي الامثل والانسب لتناول الحلبه وهي شربها مع قليل من الماء الدافئ قبل تناول وجبه الفطور تقريبا بربع ساعه تناول تقريبا ربع ملعقه حتى ثلث ملعقه ما بين ثلث ملعقه حتى ربع ملعقه صغيره فقط ملعقه صغيره فقط لا زياده ولا نقصان كاين يستعمل معلقه كبيره كاين اللي كيستعمل جوج معالق كاين استعمل... فهذه الكميه التي هي من ربع الى ثلث ملعقه صغيره فقط استعمل الحلبه يوميا بهذه الطريقه لن تخاف من اي اعراض جانبيه ولن تعاني من اي مشكل وسوف تشعر بتحسن كبير على مستوى الجهاز الهضمي وهي جيده لمن يعاني من الامساك او لمن اراد الزياده في الوزن فهذه الطريقه هي الانسب والامثل الطريقه الثانيه يا مشاهدي الكرام وهي الأمثل لمن يعاني من الإسهال المزمن فعليه بشرب الماء الحلبة فقط يشرب الماء دي الحلبة فقط هذه الطريقة جيدة لمن يعاني من الإسهال لكن يجب الحذر من هذه الطريقة لماذا؟ للحذر لمن يعاني من انخفاض الضغط الدموي الناس اللي عندهم طايح اللي عندهم الضغط الدموي منخفض خاص هذه الطريقة هذه راه كتزيد تخفض الضغط الدموي وهي جيدة لمن لديه ارتفاع في الضغط الدموي الطريقة الثالثة يا مشاهدي الكرام وهي تناول الحلبة مطحونة فهذه الطريقة حتى هي جيدة ولكن تصاحبها رائحة غير محبوبة للجميع ولمن يخاف من استعمال الحلبة خصوصا في فصل الصيف بسبب الرائحة الكريهة يجب عليه أن يكثر من شرب الماء شرب الماء بكثرة شرب الماء على الأقل لترين في اليوم وخمت الشعر لا بعطاش لوالو شرب على الأقل لترين شرب الماء وتحرك مع العرق الثلاث ايام الاولى فقط تكون الرائحه وبعد ثلاث ايام تتناول فيها الحلبة يوميا فلن تعاني بعد ذلك من الرائحة بين الفوائد المهمة للحلبة وهي طرد السموم من الجسم في هذه النقطة يغفلها الكثير الناس الناس تتناول الحلبة فقط إما لزيادة في الوزن أو للإمساك أو لمشاكل الجهاز الهضمي ولكن تغفل الناس تغفل هذه الفائدة العظيمة وهي طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب ومن الفوائد المهمة كذلك الحلبة فهي مدرة للحليب وصالحة للمرأة المرضعة المرأة المرضعة التي تعاني من نقص الحليب وتلجأ إلى الصيدلية لشراء الحليب الصناعي فالحلبة يا سيدتي الحلبة هي الحل لك وبالنسبة للمرأة الحامل فممنوع عليها تناول الحلبة بصفة نهائية